السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ احنا بقالنا كتير ما اتكلمناش في الهرمون. النهارده انا جايب لكم معلومات عن المنت. انا ما اعرفش ان كان كلكم تعرفوا ولا لا. المنت ده يعني يقال ان هو اقوى هرمون مصنع اتعمل في الوقت الحالي. ليه؟ لان هو بيديك اكتساب عضلي رهيب في وقت قصير جدا. بس انا كنت عايز اقول لك حاجه قبل ما نبتدي في الفيديو نفسه. اولا، المعلومات اللي انت بتاخدها مننا سواء مني او من اي مدرب تاني ما هي الا النفع، استفاده بس. عشان انا شايف ناس كتير بتتهاجم في الفيديوهات بتاعتها بطريقه غريبه جدا وهو بيتكلم عن الهرمون. انا عامه لما باجي ببص او اتفرج على فيديو من الفيديوهات بتاعه الهرمون بلاقي المدربين كلهم بيقولوا انا بقول لك للاستفاده مش بقول لك الاستخدام. جميل. فانا عايز اقول لك حاجه، احنا بنقول ان المنت اقوى هرمون موجود لحد دلوقتي، مش هتلاقي زيه. جميل. وفي ناس كتير استخدمته وبتقول نفس الكلام. بس في قاعدة هنا دي. القاعدة هنا بتقول لك ايه؟ كلما زاد الاستفادة من الهرمون زاد السايد افكت بتاعه. لازم تحط القاعدة دي ليك. كل ما زاد الاستفادة من الهرمون زاد الأضرار الجانبية الخاصة به. لازم تعرف كده. فأنت عشان أنا لما أجي أقول لك إن هرمون المنت قوي جدا، اعرف تماما إن أضراره مش عايز اقول لك قد ايه. احنا بنقول لك يا جماعه للاستفاده فقط. وفي الاول كده انا حابب ان انا اقول لك اضراره قبل ما اتكلم عنه، عشان برضو انت تكون على يعني على درايه ومحدش يشتغلك، بمعنى اصح ويقول لك انا في خلال اسبوعين ثلاثه. على فكره ممكن في خلال اسبوعين ثلاثه تتغير تغيير جذري، تغيير 180 درجة، إن هو جامد آخر حاجة. بص يا رجالة، إحنا زي ما قلت لك أنا هكلمك عن العيوب الأول، ماشي؟ أولًا استخدام المنت، 80%، هو عشان برضو إيه دي نسبة مش قليلة، 80% من استخدام المنت يسبب عقم مؤقت من سنتين لثلاث سنين او سنه، حسب يعني حسب رجوع اي واحد فينا. يعني بقى الواحد لما بيخلص الهرمون بيبتدي ياخد حاجات تنشط الهرمون الطبيعي اللي موجود في الجسم. في ناس ينفع وفي ناس ما ينفعش معاها. انا بكلمك على تجارب واحصائيات اتعملت وابحاث اتعملت. جميل. 80% من اللي بياخد المنت بيسبب عقم مؤقت، بيعلي الكوليسترول الضار ل 13%، ويقلل الكوليسترول النافع اللي موجود في الجسم ل 14%. طبعا انا مش هكلمك على موضوع الاستروجين، ان هو اكيد بيعلي الاستروجين في الجسم ولازم تاخد مضادات الاستروجين او مضادات الارمطه بمعنى اصح. ولازم اللي بيعمل لك اللي بيعمل لك السايكل ده يدخل لك المضادات دي اثناء السايكل وبعد السايكل. طبعا انا ما ننصحش خالص تماما حد يستخدم المنت. احنا بنقول لك يا جماعه ما هو الا الاستفاده فقط. تمام كده؟ طيب احنا يا جماعه لما بنيجي نقيس اي هرمون، انا قلت لك اهو بيعلي، انا هقولها لك تاني، بيعمل عقم مؤقت بنسبة 80%، كوليسترول الضار بيعليه 13% في الجسم، الكوليسترول النافع بيقلله 14%. جميل. هتقول لي لو على كده مش مشكلة، ده احنا ممكن نعديها وبتاع. انسى انسى انسى. ضغطه جامد على الكبد، ضغطه جامد على الكبد. ما تستهونش بأي حاجة تسمعها، مش عشان تكتسب عضلة أو تكتسب مكاسب عضلية مهولة ورهيبة وجامدة تقوم مضيع نفسك.
عشان خاطر ما حاجه ملهاش لازمه. نرجع لموضوعنا، احنا يا جماعه لما بنيجي نعمل مقياس للهرمون في مقياسين لازم نحطهم في دماغنا، انابوليك واندروجينيك. يعني باختصار الانابوليك اكتساب القوة البنائية، اندروجينيك اللي هو الذكور. جميل. اعلى هرمون تسمع عنه انابوليك المنت 2300، اندروجينيك 650، انا اعتقد الترامبولون 500 تقريبا، اعتقد يعني اخر مره كان الترامبولون 500، التست كان 100 انابوليك. فانت متخيل الانابوليك اللي هو القدره البنائيه او البناء في المنت 2300. خلينا برضو ارجع لك للقاعده، كلما زاد الاستفاده كلما زاد الاضرار الجانبيه للهرمون. جميل. طيب مميزاته زي ما انا قلت لك كده، اكتساب عضلي رهيب، حسب كمان اللي مشغله لك، مش اي حد، حسب اللي مشغل لك الهرمون. يعني المنت انا بقول لك اهو حلو قوي، واندروجينيك 650 وانابوليك 2300، يلا روح خد ورينا هتعرف تشغله في جسمك ازاي. ولا هتعرف، والله العظيم ولا هتعرف. اسمع مني، ما تستخدمش اي حاجه مجرد انك تسمعها، احنا بنديك بس الاستفادة. تاني حاجة، اوزان عالية، هترفع اوزان عالية، بص روني كولمان التاني في الجيم. جميل. في تجربة، انا هقول لك التجربة دي حصلت، ودي على بحث علمي حصل، 12 اسبوع اتعملت على البني ادم، كان بياخده 3 مرات في الاسبوع تيست 600، والمنت كانوا بياخدوه 400 مللي جرام يوميا، 400 مللي جرام يوميا. طبعا اكتساب عضلي رهيب، حوالي 11 كيلو. جميل. في خلال 6 اسابيع، 6 اسابيع زودك 11 كيلو. جميل. 200 يعني 22 باوند اعتقد، يعني حاجه زي كده. المهم، انما عمل ايه بقى لما جم يكتشف الموضوع تاني؟ لان هو قضى تماما عن الحيوانات المنويه. هو ده اللي انت عايزه، هو ده اللي انت عايزه. وعشان يرجعوا الناس دي، وعشان يرجعوا الناس دي اللي اتعمل عليها التجارب، هم حوالي 20 واحد تقريبا، عشان يرجعوا الناس دي لحياتهم او للجسم الطبيعي بتاعهم، من سنة ونص لسنتين. انت بقى معاك يا باشا فلوس تصرف على نفسك انك ترجع نفسك لتاني للشكل الكويس بمعنى صح، او الجسم الكويس الداخلي، سنة ونص سنتين؟ ما اعتقدش، ما اعتقدش. حلو. طيب اخر حاجة انا حابب اقولها لك هي استخدامه، استخدمه ازاي. بس انا عايز اقول لك حاجه، استخدامه انت حر، عايز تستخدمه استخدمه، بس انا بقول لك اذى، استخدام المنت اذى. فانا خلينا نمشي واحده واحده. على فكره يا جماعه، استخدام المنت للمحترفين فقط، يعني ما حدش يكون مبتدئ، ولا واحد يكون مثلا لسه في المتوسط العمر في اللعبه ويجي ياخد المنت، محترفين فقط. اولا لازم تعرف ان العمر بتاعه الاسيتيك بتاعه من 8 ل 12 ساعه، عشان كده بيتاخد مرتين في اليوم. بس ازاي؟ خلينا نتكلم بقى ازاي. هما يعني بيتاخد على 3 اشكال. اولا الشكل الاولاني من 20 مللي جرام ل 50 مللي جرام، يعني ربع سنتي، ربع سنتي كل 12 ساعة. حلو؟ ربع سنتي كل 12 ساعة. دي حاجة. الحاجة الثانية من 50، التركيز بتاعه من 50 ل 100. فأنا قلت لك في بيتاخد 50 مللي جرام بيتاخد ربع سنتي كل 12 ساعة. طيب
من 50 ل 75 ل 750 سوري، بيتاخد ازاي؟ 4 اسابيع بس، سنتي واحد يومي. دي حاجه، ده حاجه لاستخدامه. جميل. التالت ده بقى ايه؟ انا ممكن اقول لك هبل، تخلف، جنون، فانت حر، انت عايز تستخدم انت حر. بيتاخد 100، ماشي. بتتاخد ازاي بقى ال 100؟ بتقسمها على 3 مراحل، 25 50 و25. حلو. انا زي ما قلت لك، يعني اللي انا قلته ده كله ما هو الا تجربه، يعني ده تجارب حصلت على المنت، ودي الطريقه اللي بيستخدموه بيها. طبعا هتقول لي يعني ما اخدش معاه اي تيست. لا يا باشا، ده لازم تاخد معاه تيست، لازم تاخد معاه تيست. ده بيضيعك من جوه، بيضيعك من جوه. طبعا انا مش هقول لك ايه تاخد ازاي معاه التيست عشان خاطر ما تروحش تاخد، احنا مجرد بس انا بفهمك الدنيا عامله ازاي. بيعلي الاستروجين. اه بيعلي الاستروجين. في ناس قايله ان هو ما بيعليش الاستروجين. لا، بيعلي الاستروجين، بيعلي الاستروجين. عشان كده احنا لازم ناخد المضادات بتاعه الارمطه في السايكل وبعد السايكل. حلو. وزي ما قلت لك الانابوليك والاندروجينيك بتاعه، لازم تقيس اي هرمون انابوليك اندروجينيك. انابوليك اللي هي الصفات البنائيه، اندروجينيك صفات الذكور. لازم تعرف اي هرمون انت بتاخده وبتاخده ازاي، ما تخليش حد يلعب بدماغك. وعشان يكون برضو للعلم للشيء، المنت من الهرمونات المضروبه كتير في السوق. والله العظيم يا جماعه، في ناس ما عندهاش ضمير بيضربوا الحاجات دي عادي جدا. فخلي بالك من المدربين اللي عايز يضيعك، من التاجر اللي عايز يضيعك، وانت حر. انا حاولت ان انا ابسط لك بس موضوع الهرمون ده، معلش هو خد معايا وقت، بس والله غصب عني انا ما بحبش ازود عن ربع 5 دقايق، بس هو كان لازم ان انا اكلمك باستفاضه عليه. اشوفكم على خير. وبرده للاخر حط القاعده، كل ما زاد الاستفاده من الهرمون زاد الاضرار الجانبيه الخاصه به. اشوفكم على خير.